ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ ان شاء الله النهارده هنعمل حلقه حلوه جدا 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 عن ازاي نعمل البقره. طيب هناخد اللون الابيض، ماشي، هنطلع اللون الابيض مع بعض، ايه، هنكوره يعني هنخليه كده كوره وبعدين نبططه شويه. انا شايف كده حلو قوي. طيب هنحطه قدامنا بالمنظر دوت، خلاص هندوس بايدينا الاتنين كده عشان احاول اعمل ودان البقرة دي، كده ممكن تقولوا البداية شوية. اهو هدوس من الجنب هنا ومن الجنب هنا، سهلة خالص، ماشي، لسه ما عملناش حاجة وهي سهلة جدا 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 وهتعجبكم قوي قوي قوي. طيب يبقى احنا كده من الجناب دوسنا من فوق عشان بس نعمل ودان البقرة. طيب وبعدين هدوس هنا عشان اقدر بعد كده ادخل اللون البينك اللي هيبقى في ودانها بالمنظر ده، ماشي، هنعرف ده مش دلوقتي، انا مش هجيب اللون البينك دلوقتي. بعدين هنعمل عينيها بنعمله بالاتنين الصباعين الصغيرين بتوعنا وبنضغط هنا لحد ما ندخل جوه شويه. طيب وبعدين هنجيب اللون البينك اهو، خلاص، وهنقعد نبطط فيه كده ونحاول نعمل كأننا كتبنا نمبر 8. يعني ايه؟ يعني هخلي فيه جزء هنا كده وهخلي فيه جزء هنا كده، كأني عامل فيونكة، فاهمين قصدي؟ اهي كأني عملت فيونكة، بس لازم اخلي بقى دي قد دي بالظبط اهو. بطط لي دي كده شوية، تمام، وبطط لي دي كده شويه بالمنظر ده. تعال بقى حطها لي هنا ودوس لي بصباعك الصغير هنا ودوس لي بصباعك الصغير هنا عشان ندخلها كده شويه كده، كاننا بص حبايبي عملنا رقم 8 ودايسين فيها ليها لجوه كده. هنودي ده فين؟ هنحطه هنا، هاتهولي، هنحطه هنا، خلاص. يبقى احنا كده بقى عندنا مناخير البقرة، خلاص، وعينيها اللي احنا لسه هنعملها لها دلوقتي، هي دي حواجبها، هنعملها بالقلم اللي احنا بنرسم بيه بس من الظهر، خلاص. وادي بقها، ممكن نعملها مثلا هنا عشان هو بقها صغنون فهنعمله كده مثلا بالمنظر ده. وهنيجي ناخد حتتين صغننين خالص من البينك بالمنظر ده كده، هحطه هنا حته في ودانها من هنا وحته في ودانها من الناحيه التانيه. وتعالوا معايا يا حبايبي، هقوم واخد اللون الاسود عشان اعمل عينيها ادي من هنا ومن هنا، هنا واحدة هنا وواحدة هنا، ممكن ناخد بقى باللون الاسود كده نزوق البقرة كده، لان ساعات بيبقى فيه بقرات ليها متلونين، يعني تلاقي مثلا في ابيض على بني بتاع، فانا هعمل لكم ايه بقى، اخد لكم كام حتة سودة كده اهو، حاطط مثلا دي هنا اوكي، ونقوم حاطين مثلا دي من هنا وهحط لكم دي من هنا. انا لو كان معايا ابيض زياده كنت عملت الجسم بتاعها، وهحط لكم دي تحت هنا مثلا اهي تحت مثلا. وبكده حبايبي نكون عملنا البقره الجميله بتاعتنا، هقربها لكم برده عشان تبقوا شايفينها، بس بالسلاكه نعمل ايه، نطلع. اتمنى البقره بتاعتنا تكون عجبتكم، شكلها يكون حلو، انتوا هتعملوا احلى، اتصوروا مع الاشكال الجميله اللي هتعملوها وبعتوها لنا يا حبايبي زي ما بنقدم لكم في كل حلقه كده على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، عشان ان شاء الله نرفعها لكم على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب. اعملوا سبسكرايب عشان فيديوهاتنا الجديده تنزل لكم، وتتابعوا معانا دايما كده حلقات سلسله للعيله. باي باي.